عنديش مشكله اجيب لولادي كل اللي هم عايزينه، بس لازم احط التاتش بتاعي. النهارده هنعمل اكواب الاوريو. هنحط معلقه اوريو في كل كوبايه، وهنخلط نص علبه حليب مكثف مع 8 مكعبات جبنه كريمي، ونزود عليهم 4 معالق كريم شانتيه و2 علبه قشطه، ونخلط كويس. هنحط راق اوريو وراق كريمه، وفي الاخر هزوقها بالكريم شانتيه والاوريو. مش قلتلكم حطيت التاتش بتاعي؟ كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.